قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام متابعي قناة ميديا ديزات، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معاكم خوكم شرف الدين. في هذا الفيديو راح نحكيه على واحد الخبر متعلق بالمنتخب الوطني الجزائري، على بالي لم يعجب الكثير من الجزائريين إن لم يكن كل الجزائريين معجبهمش هذا الخبر، والذي تعلق بنجم المنتخب الجزائري الأول رياض محرز الذي غاب عن تربص الأخير للمنتخب الوطني الجزائري لأسباب بين قوسين مشكوك في أمرها يا خوتي. راح تشوفوا إخوتي الكرام كيفاه رد عليه صحفي قناة بي ان سبور واللي هو الصحفي الجزائري الوضاحي. المهم قبل مشاهدة هذا الفيديو كالعادة خوتي وصلوا 4000-5000 لايك، وما تنساوش في التعليقات خليونا رأيكم حول هذه القضية وردوا على محرز، ونقول لك يا محرز أنه رغم أنك فرحتنا في عديد المناسبات، ورغم أنه كنت بطلنا في عديد المناسبات، لكن يبقى المنتخب الوطني الجزائري فوق الجميع. ولنذكر إخوتي الكرام أن رياض محرز في آخر الموسم السابق قال لهم بأني قادر على لعب 3 مباريات في الأسبوع، ليغيب الآن عن تربص المنتخب الجزائري بسبب غريب وهو إصابة لم يتم الإعلان عنها تماما في نادي مانشستر سيتي، إلا بعد ذهاب محرز مع العائلة تاعه إلى عطلة أين تم الإعلان بأن محرز مصاب وسيغيب عن المنتخب الوطني الجزائري. وعلى بالي الجزائريين يفهموا الحكاية، وعلى بالي باللي صعيب بزاف باش تحشيها للجزائريين. المهم كما تشاهدون الإعلامي محمد الوضاحي في تغريدة له عن قضية محرز قال، وهو يعني مشير لمحرز أي قام بطاقة لمحرز، الإعلام كبير عليك يا وليدي وشارة القيادة لها رجالها ومسؤولياتها، الخوف كل الخوف من تآكل بناء المجموعة المهلهلة أصلا وحدوث انقسام بسبب المعاملة التفضيلية لهذا اللاعب الذي وعد بعد الإقصاء من المونديال بالعمل على وضع الجزائر في مكانها المستحق عاليا، هيك مش عليا. كما شفتوا خوتي هذا ما قاله محمد الوضاحي عن غياب رياض محرز. هنا الوضاحي غاضب جدا على نجم المنتخب الوطني الجزائري، وكما تشاهدون إن رحنا للتعليقات نلقوا أن كل الجزائريين إخوتي الكرام يتفقون على كلام الوضاحي، واحد قال له شكرا لك على كلمة الحق، واحد أيضا قال له صحفي في القمة، واحد يعطيك الصحة، يعني كل الجزائريين راهم متفقين على أنه هذا كلام الحق. يا محرز المنتخب فوق الجميع، وصدقني حتى لو كنت ميسي ولا كريستيانو والله ما يهمش وما تكونش تسوى أمام المنتخب الجزائري، لأنه منتخب كل الجزائريين. باش انت تلعب موسم بأكمله في مانشستر سيتي وما تعانيش من إصابة وما تشكيش من الإرهاق، ويجي مباراة للمنتخب الوطني الجزائري تقولهم أني مانيش قادر واني تعبان ومدوا لي عطلة، هذا أمر نقبلوه نرفضوه احنا الجزائريين تماما. إضافة إخوتي الكرام أنه حساب الفاف قام بنشر صورة يعني يتمنى فيها الشفاء العاجل للاعب المنتخب الوطني محرز، وكتبوا فيها عد سريعا إلينا، اللي يرد عليهم محرز أيضا في ستوري على حسابه في الانستغرام، وين قال لهم يا خاوتي بأني كنت نتمنى نكون متواجد مع المجموعة، ولكن للأسف أنا مصاب وراح نشجع المجموعة من بعيد. نعم يا خاوتي هذا كلام من أجل التغطية على الخرجة اللي ما كانتش يعني متوقعة تماما من قائد المنتخب الوطني الجزائري. وعلى ما أعتقد يا إخوتي أن شارة القيادة ستسحب من رياض محرز، يعني بلك سليماني أو بن ناصر هم الأحق في هذه الشارة، لأن هذه الشارة تمنح لمن يضحي عليها، لأن هذه الشارة تمنح للاعب لا يتحجج بالإصابات عندما يتعلق الأمر بمنتخبه الوطني.
وحتى وإن كنت مصاب يا محرز كان عليك الحضور إلى تدريبات المنتخب الجزائري، ومن بعد تغادر التدريبات بطريقة عادية كما ما هو معمول بها دائما يا خوتي. ولكن محرز بعد ما راح إلى يعني المغرب من أجل قضاء عطلته فيها باش أعلن أنه سيغيب عن المنتخب الوطني الجزائري، يعني هذا الأمر غير مقبول تماما. في انتظار أخبار وحقائق أخرى، بلك إحنا ما على بالناش يعني بالتفاصيل والكواليس اللي كاينة. ربما بالماضي غاضب من محرز فلم يتم استدعائه تماما إلى المنتخب، أو هناك أمور أخرى ما على بالناش بها إحنا المشاهدين اللي رانا نتبعوا كل صغيرة وكبيرة عن المنتخب الوطني الجزائري. ونقولوا لك يا محرز، أنت صح فرحتنا في عديد المناسبات، ولكن ما كانش عليك تدير هذه الخرجة تماما عندما تعلق الأمر بمباراتين يعني هامتين للمنتخب الوطني الجزائري، لأنه شفناك مع السيتي كنت تلعب بطريقة عادية جدا، تلعب وكأنه ما عندك ولا إصابة ولا إرهاق. وإذا قلنا التعب، يعني التعب يعني كاين كيف تنحيه عن طريق بزاف أمورات خوتي في كرة القدم، فمثلا استخدام الحوض الجديدي، أو يعني أنه يقعد مرتاح لمدة يومين ويسترجع اللياقة البدنية تاعه، ولكن يفضل الابتعاد عن المنتخب الوطني الجزائري بطريقة غير مباشرة. المهم خوتي، انتم خليونا رأيكم في التعليقات حول ما قام به محرز، هل انتم تشوفوا عنده الحق أم لا في هذه الخرجة؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.